بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أرحب بطلبتي الأعزاء، طلبة السداسية الثانية ضمن محاضرة مادة النظرية العامة للالتزامات. فبعدما تطرقنا للحديث عن تعريف البطلان، كذلك قمنا بتمييز البطلان عن بعض المفاهيم القريبة منه، وكذلك بعدما بينا حالات بطلان العقد وكذلك حالات إبطال العقد، كل ذلك رأيناه في الحصة السابقة. محور حصتنا اليوم سنقف عند آثار البطلان، سواء كانت آثارا أصلية أو لا عرضية. نقصد بالبطلان هنا هو البطلان بمعناه الواسع، الذي يشمل كما رأينا في الحصة السابقة البطلان المطلق والبطلان النسبي أو الإبطال. ذلك أنه حينما يتم تقرير بطلان العقد أو إبطاله، فالنتيجة المترتبة عن ذلك في الحالتين ما هي؟ هي إعدام الوجود القانوني للعقد، وذلك بأثر رجعي يسري من تاريخ إبرام هذا العقد. بهذا المعنى البطلان تترتب عنه عدة آثار، منها ما هو أصلي ومنها ما هو عرضي. فالآثار الأصلية يمكن أن تكون ما بين المتعاقدين وقد تخص الغير. الآثار العرضية سنتطرق إلى انتقاص العقد وتحول العقد. فبالرجوع إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 306 من قانون التزامات العقود، نجدها تنص على ما يلي: الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له، كما ينص الفصل 316 من نفس القانون على ما يلي: يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كان عليها وقت انشأته، والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله، وتطبق بشأن الحقوق المكتسبة على وجه صحيح للغير حسني النية الأحكام الخاصة المقررة لمختلف العقود المسمات. كما هو واضح فإن هذه الآثار تختلف بحسب ما إذا كان الأمر متعلق بعلاقة المتعاقدين فيما بينهما أو أنه يخص الأغيار. بالنسبة لآثار البطلان بين المتعاقدين، فهناك قاعدة عامة تحكم الموضوع، غير أن هذه القاعدة تعرف استثناء متى كان أحد المتعاقدين قاصرا. فطبقا لما نص عليه الفصل المذكور، القاعدة أن يرجع المتعاقدان إلى نفس ومثل الحالة التي كان عليها عند نشأة العقد، ومعنى ذلك أن البطلان يسري بأثر رجعي ملغيا كل مفعول للعقد الباطل. فأثره هنا طلبتي الأعزاء يعمل في الماضي والمستقبل معا، لكن يتعين في حالة بطلان عقد ما النظر إلى ما إذا كان هذا العقد قد شرع في تنفيذه أم لا. فإذا لم يكن الطرفان قد شرعا في تنفيذ العقد، أي أنهما لم يذهبا حد البدء في تنفيذ الالتزامات التي يلقيها على عاتق كل منهما العقد الذي تقرر بطلانه، فلا شيء يترتب عن هذا البطلان ولا يلتزم أي منهما في مواجهة الآخر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان تنفيذ العقد قد بدأ بين طرفيه، فتطبيق البطلان بأثر رجعي وإعادة المتعاقدين إلى نفس الحالة التي كانا عليها حين نشأته يقتضي أن يرد كل منهما للآخر ما كان قد أخذه منه تنفيذا للعقد، لأنه في هذه الحالة سيكون قد أخذ ما هو غير مستحق، غير أن استرداد كل متعاقد لما دفعه يقتضي أن يكون ذلك ممكنا، وذلك كما إذا تعلق الأمر بعقد بيع وكان البيع موجودا لم يهلك، فإذا بطل البيع رد البائع الثمن واسترد الشيء المبيع. لكن قد يحدث في بعض الحالات أن يكون إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها أثناء التعاقد أمر مستحيل، لأن أحدهما أو كلاهما لا يستطيعان رد ما أخذه، وهو ما ينطبق أساسا على العقود التي سميت بالعقود المستمرة. فعقد الإيجار الذي بطل فلا يمكن للمستأجر أن يرد للمؤجر انتفاعه من العين المؤجرة،
ففي هذه الحالة يكون الحل هو منح المحكمة للمتعاقد المتضرر تعويضا يناسب ما أصابه من ضرر. هذا هو الأصل، هي القاعدة. الاستثناء هو المتعلق بالقاصر، فالقاعدة كما رأينا سابقا أنه حين بطلان، حينما يتم تقرير بطلان عقد أو إبطاله، فالقاعدة تقوم على أن كل من المتعاقدين يسترد ما دفعه بتنفيذه الالتزامات التي نشأت عن هذا العقد الباطل. لكن الحالة ديال القاصر هي هتبقى حالة خاصة. فالفقرة الثانية من الفصل 6 من قانون التزامات العقود تفيد بأن القاصر لا يبقى ملتزما في حالة إبطال العقد إلا في حدود النفع الذي استخلصه منه. فلو حصل القاصر بموجب العقد على مال معين أنفق بعضه في أمور نافعة بينما ضاع منه الباقي أو أنفقه في أمور ضارة، فإنه لا يرد إلا ما يعادل ما عاد عليه بالنفع أو ما بقي في حوزته، وهذا الحكم مؤكد وفق مقتضيات الفصل 9 من نفس القانون. بخصوص آثار البطلان بالنسبة للغير، الغير المقصود به هنا هو الخلف الخاص، أي كل شخص تلقى من المتعاقدين حقا على الشيء محل الالتزام الذي تقرر إبطاله. مثلا كمن يشتري من المشتري في عقد باطل أو قابل للإبطال المبيع الذي انتقلت إليه ملكيته بموجب هذا العقد. أثر البطلان بالنسبة لهذا الغير هو نفس الأثر الذي يترتب عليه في مواجهة المتعاقدين. ففي المثال السابق إذا بطل البيع الأول بطل البيع الثاني وعاد المتعاقدين فيه إلى نفس الحالة التي كان عليها أثناء نشوئه، حيث يسترد كل منهما ما دفعه للآخر بمناسبة تنفيذه للعقد. الفقه هنا يرى أن امتداد أثر بطلان العقد إلى الغير ما هو في الأساس إلا تطبيق للقواعد العامة التي يستمد وجودها على الخصوص من القاعدتين المشهورتين. القاعدة الأولى هي قاعدة إذا زال حق المتصرف زال حق المتلقي، والقاعدة الثانية فاقد شيء لا يعطي. إذا كان الأصل أن يمتد مفعول البطلان إلى الغير، فالمشرع المغربي قد يخرج في بعض الحالات الخاصة عن هذه القاعدة ويجعل مفعول البطلان لا يمتد للغير حسن النية، وذلك حماية لهذا الغير. ومن الأمثلة التي نسوقها في هذا الصدد ما قرره المشرع المغربي ضمن مقتضيات الفصل 1187 من قانون الالتزامات والعقود. بعدما أنهينا الحديث عن الآثار الرئيسية أو المباشرة أو الأصلية للبطلان، ننتقل للحديث عن الآثار العرضية للبطلان. فقد يحدث أحيانا أن تنتج عن العقد الباطل بعض الآثار العرضية، وذلك سعيا من المشرع لضمان نوع من الاستقرار في المعاملات، وذلك كما في حالة انتقاص العقد وتحوله. انتقاص العقد أشار إليها المشرع المغربي في مقتضيات الفصل 308 حينما نص على ما يلي: بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه إلا إذا أمكن لهذا الالتزام أن يبقى قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلان، وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى الالتزام قائما باعتباره عقدا متميزا عن العقد الأصلي. وهكذا يبدو لنا ويظهر لنا أنه إذا حدث أن كان العقد باطلا في جزء منه وصحيحا في الجزء الآخر وأمكن الإبقاء على الجزء الصحيح دون الباطل، فإنه يبقى كعقد مستقل ومتميز عن العقد الأصلي. المشرع المغربي هنا لابد من القول أنه اقتصر في اعتماد نظرية انتقاص العقد على العقد الباطل دون العقد القابل للإبطال، وهو ما دفع بجانب النفق إلى انتقاد موقف المشرع المغربي على أساس أنه لا وجود لأسباب قانونية أو لمنطقية تستلزم هذه التفرقة. نظرية انتقاص العقد تقوم على ثلاث شروط أساسية. الشرط الأول أن يتضح من تفسير إرادة المتعاقدين أنهما يقبلان انتقاص العقد. أما إذا بين هذا التفسير وأظهر أن المتعاقدين لا يرغبان ولا يريدان
تجزئة العقد وانتقاصه، فإن العقد يصبح باطلاً في مجموعه. الشرط الثاني أن يكون العقد قابلاً للتجزئة، بحيث يستقل الجانب الصحيح عن الالتزام من الالتزام عن العقد الأصلي، فإذا كان لا يقبل تجزئة فلا مجال لإعمال هذه النظرية. الشرط الأخير لإعمال نظرية انتقاص العقد هو أن يشمل الانتقاص التزامات الطرفين بنسبة واحدة. لماذا؟ حرصا على توازن العقد وتحقيقا للعدالة. هذا فيما يخص انتقاص العقد. ننتقل للحديث عن تحول العقد. المشرع المغربي ضمن مقتضيات الفصل 309 من قانون التزامات العقود نص على ما يلي: إذا أبطل الالتزام باعتبار ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الأخير. يظهر لنا من خلال مقتضيات هذا الفصل أنه فصل يشكل القاعدة العامة لما يسمى بنظرية تحول العقد. ما المقصود بنظرية تحول العقد؟ المقصود بهذه النظرية أنه إذا أبطل العقد لتخلف ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته، ومع ذلك كان به من الأركان والشروط ما يكفي لقيام عقد آخر صحيح، يجوز الأخذ بالعقد الجديد، وذلك يتحول العقد الباطل أو القابل للإبطال إلى عقد جديد صحيح. لتطبيق نظرية تحول العقد لابد من توافر شروط ثلاثة، هي أن يكون العقد الأصلي باطلا أو قابلا للإبطال في مجموعه، لأنه إذا كان باطلا أو قابلا للإبطال في جزئه جزء معين دون الآخر فإن النظرية هنا التي يتم إعمالها ليست نظرية تحول العقد وإنما نظرية انتقاص العقد. الشرط الثاني أن يتضمن العقد الأصلي عناصر عقد آخر صحيح، فلا يسوغ استكمال العقد الجديد بعناصر خارج عن العقد الباطل، لأن الأمر في هذه الحالة يصبح متعلقا بتصحيح العقد لا بتحويله، وذلك كأن يتحول البيع إلى هبة أو الهبة إلى وصية. آخر شرط ضمن شروط المتطلبة لإعمال نظرية تحول العقد أن يحتمل انصراف إرادة الطرفين إلى العقد الجديد. هذا الشرط وإن كان ضروريا فإن المشرع المغربي أغفل ذكره، لكنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن تكون أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى هذا العقد الجديد.